عقد صباح اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الثاني الخاص بمناقشة وتقييم مستوى إنجاز مشروع نظام البصمة والصورة للتخلص من الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين في القطاعين المدني والعسكري. إلى التفاصيل. استمرار مشاكل حالات الازدواج الوظيفي والوهمي في النمو وضرورة البحث عن حلول لها، عنوان رئيسي وقف عليه اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الخاص بالإصلاحات المتعلقة بالموارد البشرية لكافة القطاعات العامة. الورشة هذه هي معنية بإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية، وهو يمثل بدرجة رئيسية المرحلة الثانية من تطبيق نظام البصمة والصورة، والذي توجه جهوده نحو تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية، وأيضا التعامل مع الموظفين الوهميين بدرجة رئيسية. سوف تكون هناك عملية متكاملة لبناء إدارة موارد بشرية موحدة ترتبط بكافة العمليات المتعلقة بالموظف، بدءا من دخوله إلى الوظيفة العامة وانتهاء بالخروج من إلى التقاعد. اللقاء الذي حضره ممثلون عن الداخلية والدفاع والمالية هدف لعرض وإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وربط قواعد بيانات المرتبات بوزارة الخدمة المدنية والمالية. اليوم الدولة تنفق 4.5 مليار دولار، ما يساوي 977 مليار ريال. طبعا هذا الموجود في الموازنة، لكن فعليا الرواتب تصل لنا الى تريليون، ولذا نشهد همم المانحين انه اكبر اصلاح في البلد اليوم هو اصلاح المرتبات. المرحلة الثانية لنظام البصمة والصورة تستهدف بالدرجة الأولى ازدواجية الموظفين ووهمية الوظائف في وزارتي الدفاع والداخلية اللتان تواجهان عقبات تتمثل بالوضع الأمني وزيادة التجنيد وغيرها. استطيع أقول على أنه بشكل عام على أنه في 73% من قوة وزارة الداخلية قد أصبحت جاهزة أو قد أصبحت أخذت البصمة والصورة لكل البيانات التي جاءت الخدمة المدنية بالاستمارات، تعبئة الاستمارات أو البيانات التي طلبتها وزارة الخدمة المدنية، والعمل جاري في استكمال بقية القوة. 9,800,000 دولار هي تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع نظام البصمة والصورة، ويؤمل من المانحين المساهمة في توفيره. إبراهيم الشرابي، حصاد السعيدة.